بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في الدرس الماضي تكلمنا عن مقدمة لدراسة هذا المتن المبارك، متن الدروس المهم. نعم. 一切赞颂全归阿拉，我们感赞阿拉，并向阿拉求佑助、求恕饶。我们从自身中恶劣的品性与罪恶的行为上求阿拉的护佑。阿拉引导谁，谁就不迷悟；阿拉令谁迷悟，谁就不得正道。我作证，绝无应受崇拜者指出是阿拉，他是独一的，没有匹敌。关于穆斯林英学的重要课程，这一本书，在上一节课我们已经学了关于这本书的前言，现在我们学这本书的内容的第一课。نعم، في هذا الدرس نبدأ بالقسم الأول. 首先我们学这一课的第一部分。لماذا ندرس الدروس المهمة؟ هذا الدرس الماضي كان يعني كالمقدمة. الآن نبدأ بالقسم الأول وهو طريقة السلف في حفظ ودراسة والعمل بالقرآن. نعم. لا أترك الكتابة بعد هذا. نعم. 我们上一节课学了关于这本书的前言，这一节课我们学第一部分，أريد أن أشرح. طريقة السلف في حفظ ودراسة والعمل بالقرآن. نعم. 关于穆斯林清廉的先辈。他们如何学习古兰经，如何记忆古兰经，如何遵循古兰经。انقسم الناس تجاه القرآن إلى طرفين ووسط. 人们在إلى ثلاثة أقسام. 人们在这个问题上分为三个部分。قسم يهجر القرآن. 一部分人他们 يعني لا يقرأ ولا يتدبر ولا ينظر في معاني الكلمات.ولا يعمل أصلاً. نعم. 一部人他们放弃了古兰经，不读古兰经，也不遵守古兰经。وقسم يقرأ القرآن ولا يفهم شيئاً منه. نعم. 还有一部分人，他们虽然读古兰经，但是不理解古兰经。نعم. وقسم هم الوسط أهل السنة والجماعة. 最中正的或者是我们说先辈们。他们所遵循的道路是，也就是我们经常说的顺的大众派。حفظ يومي. 他们每天都要背古兰经。وفي كل يوم هذا الذي يحفظ يعني نعرف ما فيه من معاني الكلمات والمعاني التفسير الآيات. 他们在每天学习古兰经的时候，他们要理解古兰经的。经文的词义，并且遵循古兰经。他们祈求安拉援助他们来贯彻古兰经。诵读古兰经以及背诵古兰经。学习古兰经的经文的意思以及经文的注解。并且去按照古兰经的要求去遵循古兰经去做。أي كتب التفسير نقرأ؟ 哪一本古兰的注解我们去学习呢？ نبدأ بمختصر. 我们学习首先要学习简单的古兰注解。يوجد مختصر أنا لا أعرف باللغة الصينية أي مختصر في تفسير القرآن لكن في اللغة العربية المختصر هو تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعد رحمه الله موجود باللغة الصينية يوجد نعم المهم يعني تفسير مختصر واضح لإمام عالم رباني معروف يعني يبدأ به الطالب نعم 我们首先从简单的古兰注解开始学习应当نعم إذن هذه هي طريقة السلف الوسط. نعم. 这就是穆斯林先辈们所遵循的学习古兰经的道路。بماذا يبدأ الطالب قراءة أي سور يبدأ؟ 我们
在学习古兰经的时候，应当首先学习哪一章古兰经呢？أهم سورة هي سورة الفاتحة. 最重要的古兰经的章节就是古兰经的开端章。يصحح القراءة على عالم مدرس يصحح القراءة. نعم. 首先我们要纠正我们在诵读之中的一些读的不到位的地方和古兰经的教授者来认真学习。يحفظ هذه السورة لأنها ركن في الصلاة. 我们要把这开端章古兰经的开端章要背下来，以便在礼拜时每拜都要诵读。واستعين بالله على العمل بما فيها. 我们向安拉祈求佑助，能够很好的执行对法提哈的背诵。طبعا بعد دراسة والقراءة في كتب التفسير عن هذه السورة تفسير مختصر. 还要学习关于古兰经的开端章的古兰经的注解，以便了解每一章节的意义。نعم. أيضا المهم بعد سورة الفاتحة على ما يذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا قصار السور يعني من الزلزلة إلى الناس. يعني تحفظ.ويعرف ما فيها من معاني التفسير ثم استعن بالله على العمل. نعم. 谢赫在这本书当中首先讲到了要背诵古兰经的开端章，然后又讲到了作为每一个穆斯林还有必要背诵一些简短的古兰经章节，比如古兰经最后的地震章，一直到古兰经的最后纳斯章。نعم。إذن هذا الدرس فيه ما الذي يجب على المسلم تجاه القرآن. 这就是我们穆斯林每个穆斯林应当学习的，应当如何去面对学习古兰经。حفظ وقراءة يومية. 每天都要背诵和诵读古兰经。ونظر في تفسير مختصر سهل واضح. 学习一些简单的古兰经的注解。والعمل.以及去执行遵循古兰经。最重要的应当背诵和学习的章节是开端章以及最后的简短的古兰经章节。安拉知之。